الحقيقة بخصوص سؤالك عن هذا المؤتمر، هو مؤتمر عددته وقامته منظمة نرويجية تعني بالسلام أو المصالحة الوطنية المصالحة المجتمعية بشكل عام. أنا أعتقد في الأنبار الحمد لله كل السياسيين مجتمع العشائر الشيوخ متصالحين ويشتغلون بجد ويعملون بجد مع الحكومة المحلية، ولكن نحن بحاجة هكذا مؤتمرات، ومن أجل حقيقة عدد مناقشة عدد من الملفات، ومن هذه الملفات المهمة هو ملف إعادة النازحين. أيضا المحافظة بالمناسبة يعني ملف النازحين متقدمين به، الأعداد قليلة جدا إذا ما قورنت بالموصل وديالة وصلاح الدين. المشكلة الأكبر التي يعاني منها المحافظة هم النازحين من عوائل الدواعش الذين لديهم صلة بالأفراد الدواعش الذين سببوا هذه المشكلة. هناك مشكلة بين المجتمع وبين هؤلاء العوائل، حاولنا حل عدد كبير من هذه المشاكل وإعادتهم وزجهم بالحياة وبعد تأهيلهم. اليوم حقيقة كان رأي عدد كبير من أبناء المحافظة أن يكون هؤلاء العوائل دراسة كل ملف على حدة، وبالتالي إعادتهم وزجهم بالحياة الطبيعية في المحافظة. ما هو زيارة السفير خارج تركيا؟ نعم، بالصدد الحقيقة فعلا دائما نسمع أنه خصصت أكثر من 5 مليار دولار تركيا إلى المناطق لعادة المناطق المتضررة، وهذه الحقيقة لحد الآن لم نعلم بطريقة التعليمات التفاصيل الأخرى. ننتظر زيارة الوزير الخارجية التركي إلى بغداد، وأعتقد الشركات التركية تعمل بالمحافظة، يعني لدي أكثر من 4 شركات تركية تعمل وبطريقة المقاولة والشركات المنفذة للمشاريع الموجودة في المحافظة. الوضع الأمني والاستقرار بشكل عام موجود في المحافظة. حقيقة ستنتهز هذه الفرصة وسنطالب دعم تركيا لمحافظتنا في إعادة تأهيل عدد من هذه المشاريع وما يخص البنى التحتية، وخصوصا هناك وعود سابقة أيضا من قبل الشركات واتفقنا مع الشركات أن يكون لهم حصة من هذه المبالغ لإعادة أعمار محافظة الأنبار. يعني الحقيقة الأضرار كبيرة جدا، ونحن سائرون بإعادة تأهيل عدد مشاريع، واليوم الحمد لله المحافظة مستقرة، ولكن هذا لا يعني نحتاج مبالغ كبيرة جدا. فمشاريع كبيرة جدا مؤجلة لحد هذا اليوم تخص البنى التحتية، مشاريع المجاري، مشاريع الطبر الصحي، مشاريع أيضا تخص الجسور، عدد كبير من الجسور غير مؤهلة، نحتاج إلى جسور جديدة، وبالتالي أعتقد نحتاج إلى مبالغ أخرى كبيرة جدا. سيد محافظ، إيش حثم مرجع النازحين داخل مخيم المرجع بالأنبار؟ يعني عندنا عدد كبير من النازحين موجودين في الأنبار، هم نازحين من بغداد من جرف الصخر، وبالتالي يعني هذه المسألة بها قرارات من الحكومة المركزية تتحمل الحكومة المحلية أعباءها. الجزء الآخر أيضا من النازحين في المناطق الغربية اللي هي القائم راوة، وأيضا نحاول نعيد هذه المناطق، فيها بعض المشاكل من ناحية العبوات والتفاصيل والمخلفات العسكرية، أعتقد سيعودون قريبا جدا هؤلاء الشريحة. ولدينا هذه المشكلة التي تحدثنا عنها، مشكلة النازحين الذين أبنائهم تلطخت بأيدي العراقيين وبالأنبار، هذا يسمى بعوائل الدواعش. اليوم هذا المؤتمر بهذا الخصوص، أنا أعتقد توصلنا إلى نتائج طيبة، عندنا عدد غير قليل من هؤلاء العوائل وزجناهم بالحياة المدنية. هؤلاء المتبقين اليوم الاتفاق النهائي من ناحية المبدأ أن نناقش ملفاتهم ونحاول نعيدهم إلى مناطق سكنهم ليمارسوا حياتهم بشكل طبيعي.